حضرتنا في المؤتمر الصحفي والرئيس بتاع المجر بيقول انا بهني الرئيس السيسي على جهده في انهاء الصراع في غزة، دي قيمة مصر يا احمد. نعم. فلازم يبقى رئيسنا يحضر دايما، وهنا بتيجي قيمته. طب اما راح ليه بقى؟ راح ليه؟ لما النهاردة اتكلم على حقوق الانسان، لان مين اللي ماسك حقوق الانسان؟ الدول الاوروبية والاتحاد الاوروبي. انت بتكلم اربع دول في الاتحاد الاوروبي واربع دول تقال وتشرح لهم وجهة نظرك. انتوا قاعدين تقولوا حقوق الانسان، هو حقوق الانسان سياسة بس؟ ولا النهاردة لما تبقى الانسان ده مش لاقي مية يشربها وانت تجيب له مياه نظيفة، لما تجيب له صرف صحي، لما تجيب له بيت نظيف، لما تجيب له مدرسة، لما تجيب له مستشفى، مش دي حقوق انسان؟ صح. هو اللي عرضها سيادة رئيس النهاردة. وبعدين سيادة رئيس النهاردة بيقول لهم انتوا بتتكلموا على الهجرة الشرعية غير الشرعية. قال لهم ايه؟ طب انتوا جايين في المشكلة وعايزين تقفلوا الحدود وتمنعوا بالبوارج والمدمرات. طب ما تبحثوا اصل المشكلة ايه. اصل المشكلة في الدول دي فقيرة. لو انتوا بتدوروا على حقوق الانسان المظبوطة، دعموا الدول الفقيرة دي، يعملوا لها اي مشروعات تنمية، ساعدوهم. محدش هيهرب ومحدش هيجي عندكم. لكن هي حقوق الانسان على ناس تانية، وانتوا سايبين الدول الفقيرة دي ما بتعملوش حاجة لحقوق الانسان. ده اللي عرضه سيادة الرئيس النهاردة. لا، واتكلم على 6 مليون موجودين وقال لك طبعا ده لسه موضوع تاني بقى. ومصر عندها 6 مليون. انت عارف ان تركيا عندها كم؟ 3 مليون. وحطهم زي ما انت قلت في معسكرات وعليها اسلاك، ولا يقدر سوري يخرج من هذا المعسكر. صح. وبتاخد ايه؟ 5 مليار دولار يورو في السنة من الاتحاد الاوروبي. بس ده كل شوية لو حصل حاجة انا هفتح الباب وهدخلهم عندكم. يعني موضوع ابتزاز. احنا عملنا كده؟ لا. تعال شوف السوريين والعراقيين والليبيين كله عايش في مصر. اهلا هنا وسهلا. ومدارس بيخشوا مدارسنا وبياخدوا الدعم معانا. عادي. هو بس دي مصر ودي شيمة مصر. انما كان اهم حاجة عملها سيادة الرئيس النهاردة انه يكلم مع الاربع دول الرئيسية في الاتحاد الاوروبي ويقول لهم ان حقوق الانسان انا بوفره. انا دلوقتي بعمل 40 مليون مواطن. انا كنت النهاردة يا احمد في الفيوم. كنا في بنقدم محاضرة عن حرب اكتوبر. في جامعة الفيوم. حقيقي وسمعت وشفت من المحافظ وشفت اللي بيتعمل ده، فيه كرة ما دخلهاش حد قبل كده. العربية بتوصل بتتكسر. بيتعمل فيها حياة كريمة النهاردة. شفت الصور، وانا لو كنت فاضي كنت رحت. حاجة تفرح. دي حقوق الانسان يا احمد. حقوق الانسان ان اوفر الانسان مية نظيفة. هي دي ان انا اسيبه من غير مية، من غير صرف صحي، من غير سقف في بيته، من غير تعليم. عايز ايه؟ فهو ده النهارده كانت الفكره اللي انا بعتبرها من اهم الحاجات عشان الناس تبقى عارفه ان الرئيس راح ينقل صوره مصر وفكرتها لاهم عناصر اربعه في الاتحاد الاوروبي. دكتور سمير، ايه القواسم اللي بينه وبين الدول الاربعه؟ مصر والدول الاربعه. القواسم، اول حاجه ان الدول دي اولا اعترفت ب 30 يونيو. نعم. اتنين، اكبر تعاون اقتصادي مع الدول دي من 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 زمان. انت فاهم يعني؟ انت عارف النهارده، انت فاكر ان عبد الناصر لما قام بالثوره وحب يعمل جيش قوي، انت من احدى اهداف الثوره السته 52. فجم بقى الانجليز وقال لك لا لا لا، كذا دبابه وكذا عسكري، قال لهم شكرا. وراح للاتحاد السوفيتي. اول صفقه سلاح كانت اسمها ايه؟ صفقه الاسلحه التشيكيه في 53. فالتشيك عندهم صناعة وعندهم سلاح ومتعاونين معنا من زمان. والمجر النهاردة، فاكر حاجة القطار المجري بتاعنا؟ المجر بالظبط، فاكر القطار المجري بتاع زمان؟ والسنة دي خدنا منهم ايه؟ بمليار صح دولار اللي احنا جايبين هم والروس البتاع دوت. اللي هي الجرارات والحاجات دي. نعم. وبعدين في حاجة، ده هيعاونوك عشان تعمل المصنع الجديد يا احمد في بلدك. يعني هو بينقل لك النو هاو او الصناعه عندك. بيدرب لك الناس بتوعك. نعم. احنا الناس بتوعه راحوا اتدربوا. انت فاهم؟ فعشان كده الاربع دول دول كان سيادة الرئيس حريص انه يبني التعاون معاهم اقتصاديا. والنهارده المجر، النهارده رئيس المجر قال في البتاع ده وفي المؤتمر. نعم. قال له احنا اكبر دوله في المنطقه بنتعاون معاها هي مصر. والنهارده الدول مصالح. صح. الدول اقتصاد. نعم. فلما يجي هذا الرجل يقول الكلام ده يبقى احنا بنمشي. والرئيس رايح ليه؟ رايح عشان نمره واحد يعرض وجهه نظر مصر. وعشان مشاريع اقتصاديه. نعم. عرض عليهم قناه السويس النهارده. وتعالوا واستثمروا. نعم. وعندنا انت فاهم؟ فبالتالي انت قدرت
توضح للناس دي احنا شكلنا ايه. طب هم عايزين بصراحة مننا ايه؟ ماذا يريدوا من مصر؟ اولا مصر هي اكبر دولة في المنطقة. واي واحد يهمه ان مصر تبقى شريكة معاه سواء اقتصاديا او عسكريا. الحاجة التانية بقى الاقتصاد. ما النهاردة لما البقى تقولك انا انت اكبر شريك اقتصادي ليك في المنطقة. انت غير دول البترول. انت اكبر شريك. النهاردة الدول دي شايفة ان مصر بتمشي زي الرهوان بسرعة. وعندها استثمارات كبيرة. هتسيبها؟ لا تروح لمصر. ولا هتروح مثلا للدولة زي اليمن ما فيهاش استثمارات. فبتطلب مصر. انت لما عندك شغل هو عايز يشتغل معاك. فعشان كده الدول دي حريصة. وعشان كده بقولك الرئيس مصر اللي ادعت هي واليابان والمانيا. تقول لك قد ايه ثقه مصر في المنطقه وقد ايه ثقه مصر عند اكبر اربع دول اقتصاديا في السوق الاوروبيه طبعا غير المانيا. فالنهارده كان وجود الرئيس حاجه مشرفه بيعمل لصالح مصر بيعمل لصالح ان احنا نجيب النوهاو التعليم عايز ياخد الناس دي بتعمل ايه تيجي تعلمنا ونستفاد منهم لصالح مصر.